كما ذكرت عبد الله، طبعا نحن نتواجد في محل خضار، لكن المفارقة في هذا المحل الخضار أنها تديره سيدة سعودية. طبعا السيدة السعودية استطاعت أن تثبت نفسها في شتى المجالات، أنها تقف جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في تنمية هذا الوطن والتحريك عجلة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، طبعا من خلال هذا المحل الخضار. طبعا هو غريب كقطاع تدخل فيه المرأة، لكن ريم الناصر استطاعت أن تحقق أو تسطر قصة نجاح من خلال هذا المحل الخضار. طبعا نستضيف الآن ريم الناصر للحديث أكثر عن هذه التجربة الفريدة من نوعها. نرحب فيك أخت ريم، أقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، صباح النور. تحدثين عن تجربتك، انت افتتحتي المحل، اول محل خضار تقريبا في عام 2018، لكن تحدثين عن بدايه هالقصه، ليش محل خضار بالتحديد؟ نعم، احنا تاسس المشروع تقريبا في عام 2018، كان قائم على علي انا وزميلاتي، كلنا بنات سعوديات. بدانا فيه كمحل خضار، ولكن النشاط الاساسي كان تقطيع الخضار والفواكه، بمعنى ان احنا نوفر للزبون كل الخضار مقطعه ومغسوله. كان أول نشاط يفتتح في محلات الخضار كخضار مقطعة. الحمد لله بدأ بالتدريج، بالبداية كان في صعوبة كثقافة مستهلك، كانت رافضها تماما. خلال سنتين تطور تماما، صار يطلب الزبون الأشياء المقطعة والمغسولة. بدأنا بمنفذ، والحمد لله اليوم احنا نشتغل في معمل، المعمل مكون من مكن ومعقمة ومجهزة، نوفر للمستهلك وكمان نوصل للمستهلك لحد البيت. تقدمون منتجات أخرى غير الخضار طبعا، تحدثين عنها اللي تشتغلون فيها في المعمل. لاحظت بعض أو شفت قبل شوي، أنت وريتني إياها في عدد من المنتجات، لكن تحدثني عنها. طبعا إحنا في الخطة القريبة إن شاء الله بإذن الله راح نشتغل، اليوم إحنا بدأنا فيها كتجارب، راح نشتغل في كل أنواع المربيات من خلاصة الفواكه بدون أي مواد حافظة، بحيث إنه نحافظ إحنا على صحة المستهلك ونحاول ندخل السوق بكل شيء فرش خارج عن المواد الحافظة. بدأنا فيهم الحمد لله إلى الآن التجارب ممتازة جدا. بدأنا أيضا في خلاصة الخضار من مخللات، من شطات أو صوصات للبيوت، كذلك التتبيلات اللي يستخدمونها البيوت، ولكن تماما خالية من المواد الحافظة، واللي احنا نسعى أنه ندخل فيها في السوق بحيث نحافظ على الزبون من حيث صحته وإحنا كذلك نستفيد منها. كيف شفتوا الدعم خلال السنتين الماضية اللي مارستوا فيها هذا النشاط؟ كيف كانت الصعوبات، أبرز الصعوبات، وكيف قدرتوا تتغلبون عليها؟ وكيف حصلتوا على الدعم من الجهات اللي دعمتكم؟ طبعا احنا بدأنا بالعكس، الجهات الحكومية وفرت لنا الكثير وكانت داعمة لنا حتى بالاستشارات. كانت الصندوق التنمية الاجتماعي أيضا من الصناديق الداعمة لنا أولا وأخيرا. أيضا المنشآت كانت تعطينا استشارات، ترسل لنا إذا في حاجة استشارات. ريادة كانت دائما تتواصل معنا إذا في حاجة شيء، بالعكس الدوائر الحكومية كانت دائما تقف معنا وإلى اليوم كذلك. بالنسبة للصعوبات اللي واجهتنا اللي هي ثقافة المستهلك في خوض النساء في هذا المجال، لكن هذا في 2018، لكن اليوم في 2020 لا بالعكس تماما. تصور أن أغلب محلات الخضار بلشت تشتغل فيها نساء. طيب أنت تخصصك إدارة أعمال ريم، ماجستير ما شاء الله تبارك الله، لكن تحدثني ليش فضلت العمل الحر عن الوظيفة؟ يعني هل تنصحين البنات اللي في سنك أنهم يمارسون الأعمال الحرة، يتشجعون ويخشون هالمجال؟ تمام، ما حد يستغني عن الوظيفة، ولكن اللي يبغى دخل إضافي أو يحاول يطور من نفسه أو يحاول يدخل مجال جديد عليه راح يستغني عن الوظيفة، لأن الوظيفة مريحة، عادة الوظيفة مريحة، لكن اللي يبغى يتطور مع الوقت بيضطر أن يأسس العمل، وإحنا ننصح فيه كل البنات بصراحة وكل الشباب. صحيح أنها صعبة، لكن مع الوقت إن شاء الله تكون يسرة. طيب سؤال أخير بس، هذا عبد الله دائما يحب يسأل السؤال هذا، الأسعار كيف؟ في زيادة في الأسعار ولا هي نفس الأسعار اللي نلقاها في أي محل خضار ثاني؟ أنا أتمنى يزورونا فرعنا بالملز، الأسعار جدا جدا منافسة للسوق، كمان إحنا نوصل للبيوت لو حابين هم يطلبون، تجيهم المنتجات مقطعة مغسولة لحد البيت، راح نعرضها بعد شوي إذا حابين بالمعمل، نوصل للبيوت كل شيء معقم وجاهز، بعكس تماما محلات الخضار، واللي إحنا داخلين على السوق إنه يعني وداعا للخضار الغير نظيفة الغير مجهزة، كل شيء معقم يوصل لحد البيت. فراح نشوف ان شاء الله شوي. يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا. نعم عبد الله وساره، طبعا زي ما ذكرت ريم، هو تخصصهم هنا في هذه الحاجات المقطعه، طبعا زي ما تشوف الثوم، الجزر،
حتى البصل مقطع، يعني العجازين يا عبد الله زينوا وياك العزوبيه ما سهل الموضوع، يقدر يقطع بصل يلقى جاهز. طيب يعطيك العافيه. نعم هاي سهله ريم من خلال المشروع هذا الموضوع. ما قصرت، شكرا لك المميز فيصل حسن.